ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في رجوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها، وأجهزة أمنية ضمنت استقرار البلاد واحترام المواطنين. ونحن نقدر دورها العظيم في ضمان منجزات ومكتسبات البلاد، ونؤكد على دعم ما لها واعتزازنا بدورها. أقسم بالله العظيم أن أكون جنديا صادق الإيمان للخالق جلت كرته، مؤمنا بكتابه العزيز، مخلصا لوطني، أذود عنه بكل ما ملكت يداي، حاميا لأمنه وسلامته، ووفيا لسلطاني، حارسا أمينا له، مطيعا ومنفذا لكل أوامره، سواء في السلم أو في الحرب.